عملنا تفاصيل في اللوحه اللي كنت على التكنيك ما من اللوحه الاولى بس انت رحت البلاصه بسيء بعد اللولة انا عملنا ساعه صحيح دونك انت هوني وين باش تعمل 5 با ديريكسيون انفيرس صح ولا معلش نعمل 5 با من هوني اجوش ولا لا با رجع انت كي طلعت للسين بعد